أشكر دكتور أحمد عبد العزيز كإنسان وطريقة تواصله وقد إيه إن هو طمني وكده بأسلوبه وكده، ولأني العملية دي حاجة صعبة وقرار صعب بس عارف يقنعني وكده، فأنا بشكره كإنسان وبشكره كطبيب بعلمه. تعد الجراحة بالمنظار من الإجراءات الجراحية طفيفة التوغل. قرر الدكتور أحمد عبد العزيز استشاري جراحة الأورام والجراحة العامة ومناظير البطن المتقدمة بإجراء عملية إزالة المرارة لفتاة لديها 17 عاما بالمنظار. جودي احمد عبد الحميد، عندي 16 سنه. رحت الدكتور عشان كان عندي مشاكل في المراره وكان عندي حصوات في المراره بقالي كام شهر تعبانه، فرحت للدكتور عشان اشوف لو لازم اعمل عمليه ولا لا علشان كنت قلقانه، والدكتور كان اسلوبه كويس جدا واقنعني اني اعمل عمليه وكده وطمنت، عشان انا عموما بخاف جدا ان انا ابقى تحت الدكتور عمل عمليه وكده، بس الدكتور واسلوبه وعلمه وطريقته وخلقه وكده يعني اطمنت واسترحت، يعني حسيت ان انا مطمنه يعني ان الدكتور ده يعمل لي العمليه وكده، وما حسيتش بقلق وعرف قعد يشرح لي الموضوع وكده واهميه العمليه وكده. شكرا يا دكتور احمد عبد العزيز. حيث استخدم الدكتور احمد عبد العزيز احدث تقنيات التخدير الموضعي، ونجح الدكتور واستشاري جراحة الأورام والجراحة العامة ومناظير البطن المتقدمة في إجراء عملية استئصال المرارة بالمنظار لهذه الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتور أحمد عبد العزيز، استشاري أول جراحة الأورام ودكتوراه الجراحة العامة جامعة عين شمس. النهاردة هنكلمكم عن دور المناظير أو جراحات المناظير في الجراحة العامة، وطبعا الجراحة المناظير أنا مش هتكلم عليها كتير لأن يعني ناس كتير قوي من زمايلنا اتكلموا عنها وفوائدها وفوائد جراحات المناظير. احنا النهاردة هنتكلم عن جراحة شائعة ومشهورة وهي جراحة استئصال المرارة، لكن هو الجديد فيها المريضة ديت هي بنوتة صغيرة وكانت عاملة تكميم معدة من حوالي سنة. يعني في دراسات بتقول ان تكميم المعدة من احد مشاكله انه بيعمل حصوات للمرارة، مش في كل الحالات طبعا، مش كل الحالات بيحصل معاها كده، لكن من احد الاسباب اللي تؤدي الى حدوث حصوات للمرارة بعد مدة هي عمليات تكميم المعدة او الجاستريك سليف. الفكرة كلها ان المريضة ديت جت او بنوتتنا جودي جت بصفرة سدادية، وهنا بقى بتكلم عن أهمية عند تشخيص حصوات المرارة بغض النظر عن حجمها إذا كانت كبيرة أو صغيرة، طالما في حصوات في المرارة فالأفضل إن إحنا نشيلها لأسباب كتيرة منها، من أهم الأسباب مضاعفات حصوات المرارة، هي دي المشكلة، سواء كان من التهابات في المرارة نفسها مما يؤدي إلى التهابات متكررة وحدوث خراريج فيها، أو إن ممكن حصوة تعدي من المرارة وتنزل في القناة المرارية تعمل صفراء انسدادية، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا، والتهاب في القنوات المرارية من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا، وبتؤثر على المريض وبتؤثر على الكبد وبتؤثر على الحالة العامة للمريض. جودي جت بالمشكلة ديت، طبعا كان التهاب حصوي حاد واشتباه وجود حصوات بالقناة المرارية، لكن الحمد لله بفضل الله تم التعامل معها بالمنظار وتم عمل منظار مراري ليها وتم استئصال الحصوات من القناة المرارية واستئصال المرارة بالمنظار الحمد لله، وتعافت وبقت كويسة. هو طبعا مفيد جدا في الجراحات العامة، ودلوقتي بقى يعني طبعا الإيرا الحديثة دلوقتي في استعمال المناظير أكتر، وبرضو في جراحات الأورام، لكن هي للأسف ما بتنفعش في كل جراحات الأورام، لازم بيبقى ليها يعني ليها مقاييس معينة ومواصفات معينة، ما بتنفعش في كل المرضى، وخاصة المرضى اللي بيبقوا جايين بأورام كبيرة وجاية في مراحل متأخرة شوية، لكن طبعا لا بتفيد، وطبعا طفرة كبيرة جدا في جراحات المناظير وجراحات الروبوتية.